أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أن دورة الألعاب الرياضية الرمضانية 2023 والتي تنظمها الهيئة العامة للرياضة تمثل ملتقى للألفة والمحبة والتقارب بين رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية. جاء ذلك لدى حضور سموها النسخة الثانية من دورة الألعاب الرمضانية الرياضية 2023 والتي أقيمت مساء أمس بمجمع صالة عيسى بن راشد الرياضية بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وعدد من أصحاب السعادة رؤساء الأندية والاتحادات الرياضية. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن دورة الألعاب الرياضية الرمضانية تتماشى مع ما يحمله شهر رمضان المبارك من قيم دينية وإنسانية نبيلة تتمثل في تعزيز المحبة والتآخي بتواصل كافة أفراد المجتمع وتلاحمهم وتقوية الصلات والروابط الاجتماعية بين الأسرة الرياضية، وهي عادات أصيلة في الشهر الفضيل توارثتها الأجيال. وأضاف سموه نحرص بصورة دائمة على تنظيم مختلف الملتقيات والتجمعات التي تسهم في تقوية الروابط والعلاقات الاجتماعية بين القيادات الرياضية، ما يكون له أثر إيجابي على التعاون والعمل المشترك لتطوير منظومة العمل الرياضي. ونحن سعداء بالنجاح الذي حققته الفعالية من خلال المشاركة الواسعة من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية الذين شاركوا في أجواء رمضانية وأسرية ممتعة تخللتها المودة والمحبة، آملين أن يستمر هذا اللقاء السنوي لتعزيز اللحمة والترابط بين جميع المشاركين. وشهدت الدورة تنافسا بين الفرق المشاركة في مختلف الألعاب سعيا للوصول لمنصة التتويج، حيث نجح فريق الجارم في تحقيق المركز الأول من خلفه فريق تايلوس في الوصافة في الوقت الذي جاء فيه فريق أول في المرتبة الثالثة. وعبر المشاركون عن جزيل شكرهم لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على مبادراته الرائدة والتي ساهمت في تعزيز التواصل بين أفراد الأسرة الرياضية في المملكة.